كما سيتم نشر أوامر بالقبض الدولية ضد المدبرين الموجودين في حالة فرار، وعلى رأسهم رئيس الحركة الانفصالية المتواجد في حالة فرار. من أهم ما اكتشفته التحقيقات من النقاط الهامة للفيسايون أن عدة معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج. اثنين، وجود دور العنصر الأجنبي التي أكدته معطيات تقنية أولا في التدبير لهذه الواقعة، التخطيط لها وكذا ترويجها بغرض تأجيج النفوس وخلق الهلع وعدم الاستقرار. النقطة الثالثة، التأطير، ما خلص إليه التحقيق هو وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية لحركة الماك خلال الواقعة، ترافيرس كون ابل لا مانيبيولاسيون دي فول.